هذه الزيارة حقيقة تعتبر خطوة مهمة لدعم جهود الاستقرار والإصلاح المالي اتجاها نحو النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في الأردن، وهي تأتي على مستوى رفيع جدا للتأكيد على أهمية الاستقرار الاقتصادي في الأردن والتوجه نحو النمو. وهناك أيضا يجب أن يكون فتح لجذب الاستثمارات الخارجية والتي هي المولد الأساسي لفرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي، وعملية التحول هذه لن تكون سهلة، ولكن الحكومة التزمت وعلى عام من مرورها بتقديم حقائق ووقائع بكل شفافية لكم في قطاع الإعلام ولشعبنا حول التحديات الحقيقية وما سنقوم بعمله والالتزام بذلك. Well, I can only confirm, أستطيع فقط أن أقول أن نحن لقد عقدنا الاتفاقية في السنة الماضية بشهر 12 وكانت لتحسين المرونة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والآن الدور هو على الشركات الأردنية لاستغلال هذه الفرصة. طبعا لا، هذا ليس شيء يعني ممكن أن نحققه بيوم وليلة، هناك كثير من الإجراءات والمعايير، هذه طبعا يعود لهم ليعرفوا ما هي الأسواق الأوروبية التي يجب أن يستهدفوها. يجب علينا فهم شيء واحد فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، السوق الأوروبية هو سوق مفتوح. حكومة المملكة الهاشمية الأردنية هي من يصنع قرارها وهي من تراقب على قرارها وهي من تتابع قرارها، ولا يوجد أي إملاءات في هذه العملية من سين أو صاد، وهذه أهمية عملية الإصلاح في الأردن، أننا مؤمنين في أهميتها. لن يمارس علينا ضغوطات خارجية، وإن مورس فهي ليست واردة في ظل القبول والتعاطي معها. عملية الإصلاح في الأردن هو خيار ونهج استراتيجي واضح جدا التزمت به الحكومة الأردنية، لأنه لا بديل عن النمو لمعالجة الملف الاقتصادي. فلنؤمن بهذه الحقيقة، وجميع من هم موجودين هنا من الاتحاد الأوروبي ومن مؤسسات التمويل العالمية والاتحاد الأوروبي ومن البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي هم شركاء يقدمون النصح والمشورة للأردن، ونحن من نصنع قرارنا ونحن من نلتزم بعملية الإصلاح. وفي ظل ذلك سنقوم بتأسيس سكرتارية في الوزارة تتبع لهيكلية الوزارة وتتبع للوزير، يقوم بتقديم مدى التقدم في الإصلاحات ومدى نجاح هذه الإصلاحات أمام الوزير لطرحها أمام مجلس الوزراء الأكرم. ودعني أسمح لي هنا أن أركز على نقطة، عملية الإصلاح لا تهدف إلى إجراء إصلاحات ومدخلات الهدف في النهاية هو هدف واضح، دعم نمو الاقتصاد الأردني وإطلاق كفاءاته وخلق وظائف للأردنيين. فإن قمنا بإصلاحات تفوق عن حجمها عما نستطيع ذكره ولم تؤدي هذه الحقيقة، فيجب أن نعترف نحن أولا أنها لم تؤدي هذه الحقيقة، ويجب علينا مراجعة أسباب ذلك والعمل على تغييرها.